أيها الأخوة، علماؤنا آثروا أن يعبروا عن المعجزة بأنها خرق للعادة لا للعقل، وظن بعض العلماء الأفاضل أن هذا الإحتراز وهذا التعريف العلمي الذكي والدقيق أيها الأخوة يكفي في تفسير المعجزة، لأ في عصرنا هذا بالذات ما عاد يكفي، لماذا؟ لأن معظم الناس على الإطلاق صاروا مثل باروخ سبينوزا ومن جاء بعده كانت نفسه رفض المعاجز فيلسوف النقدي العقلاني الكبير كانت الألماني رفض المعاجز له كتاب اسمه الدين في حدود العقل وحده فيرجيون إنرهالب دير جرينسن بلوسن فيرنوفت الدين في حدود العقل وحده لا تقل لي خوارق ومعاجز ماذا قال كانت في هذا الكتاب قال أرفض المعاجز أنا ألخص لكم تلخيصا طبعا إيه مخلا لكلام طويل معمق أتى به الفيلسوف الهائل هذا قال أولا المعاجز تتعارض مع العقل نخالفه في هذا غير صحيح وسنوضح المعاجز لا تتعارض مع العقل تتعارض مع القوانين الطبيعية لكن ليس مع العقل غير صحيح مع العقل غير صحيح قال تتعارض مع العقل اثنين، المعاجز تتعارض مع قوانين الطبيعة، مع دساتير الطبيعة، هذا إلى حد ما نريد أن نناقشه، مهم جداً. الأول سهل، يمكن دحضه مباشرة، لكن هذا صعب. نريد هنا إيه؟ أن نقف، والخطبة نقطتان هي بإذن الله تعالى، هذه هي النقطة. ونقطة ثانية عن الإصطلاح القرآني في تعريف وتوصيف الخوارق والمعاجز، الآيات، لماذا؟ ونرجو أن يكون فيها شيء من إضافة بإذن الله تبارك وتعالى قال والمعاجز أيها الإخوة تستخدم وتستثمر غلافاً للقيم وتبريراً للأخلاق تلكم الأخلاق والقيم التي لم تجد مبرراً لها إلا في حدوث حادث استثنائي لقوانين الطبيعة إذا لا قيمة لها إذا كانت يرفض الخوارق والمعاجز لأنها أيضاً تضيع للأخلاق والقيم عكس ما أريد لها أن تكون طبعا هو صاحب أيها الإخوة نظرية الواجب صاحب نظرية الواجب ذهب مذهبا بعيدا في قدرة وأهلية العقل الإنساني أيها الإخوة على معرفة ماذا ما ينبغي وما لا ينبغي بعيدا عن الدين وبعيدا عن أي تبريرات أخرى الواجب لذاته كأنت هنا متعصب جدا وكلامه أشبه بأن يكون كلاما مغرقا في المثالية، على كل حال قد نوقش طويلا في نظرية الواجب كانت كانت رفض طبعا وأسس هذا على ماذا؟ على الذي أيقظه من سباته العقدي الدغمائي الدوجماتيكي أيها الأخوة وهو ديفيد هيوم الاسكتلندي ديفيد هيوم من أوسع الذين كتبوا أيها الأخوة ردا وإضحاضاً وبيانا لتهافت مبررات المعاجز والخوارق في كتابه تحقيق حول الفهم أو الفاهمة الإنساني أو الإنسانية concerning ذا human understanding تحقيق حول الفهم الإنساني أتى بأشياء دقيقة أقنعت الكثيرين كان من ضمنهم كانت كانت اقتنع بمقاربة هيوم لموضوع المعجزة والخارقة ماذا قال هيوم؟ أولاً ولا بد أن نلخص لأن كلامه طويل وفي مواضع قال باختصار المعاجز نحن لا نراها يعني كما قال إرنست رينان بعده وبعد كان في القرن التاسع عشر المعاجز أشياء لا تحدث أبدا <applause> يسمع عنها أرونا أرونا هذه المعاجز قال نسمع عنها حديث خرافة لا تحدث يقول المعاجز أشياء لا تحدث أبدا أين هي الكل يقول لك حدث في زمان ماضي لماذا لا تحدث الآن هذا كلام رينان هيوم يقول هذه المعاجز أو الخوارق أيها الإخوة أنا أقبلها بشرط ما هو هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن يكون تكذيب الذين رووها ونقلوها أدخل في الإعجاز من إعجاز المعجزة ذاتها يعني. أريد أن أسهل لكم هذا ليس ليس كلاما صعبا، كلام عادي بسيط جدا، باختصار لو أنك أردت أن تغامر أو تراهن أو تقامر مرة قد تخسر اثنين، ومرة يمكن أن تخسر عشرة أنت تفضل ماذا؟ أن تخسر الاثنين طبعا، لا أن تخسر العشرة، لا أن تخسر العشرة، هذا منطقي هيوم يقول لك أيهما أصعب؟ أيهما أفدح؟ أيهما أصعب وأيهما أفدح؟ أيهما أدخل في الصعوبة؟ أو في الاستحالة إن شئت؟ أن أكذب جماعة رواة زعموا أن المسيح مثلا أحيا الموتى، هكذا يقول هيوم هذا ليس منطقي أنا أنا جئت هنا لكي أنقض هذا الكلام نقدم إيه مقاربات أخرى على كل حال لأننا تعلمنا ممن يترصد في الماء النظيف انتبهوا ليس في الماء العكر يعكر الماء النظيف ثم إيه يقول لك انظروا ماذا يقول يلقون بالجيف بجيفهم في الماء النظيف جدا ويقولون انظروا شيء عجيب جدا إن لله الله المستعان إيه هكذا يجتزؤون ضد المعجزة يسخر من القرآن يقول إحياء الموتى مسخرة كفانا الله شر الأغبياء أيها الإخوة والحمقى شيء عجيب الأمة في هذه اللحظة تحتاج إلى أكبر قدر من الذكاء واليقظة لا من الكذب والغباء أيها الإخوة إنا لله فعلا إن لله فعلى كل حال يقول تكذيب جماعة من الرواة يزعمون أنهم رأوا المسيح يسوع يحيي الموتى أسهل علي أيها الإخوة من تصديق هذه المعجزة تصديقه أصعب بكثير تصديقها أصعب بكثير أدخل في الاستحالة واحتمال أن يكونوا كذبوا أسهل علي هذا أقل فداحة هي أنا أقبله قال ولذلك يقول هيوم أنا لا أقبل معجزة عن طريق الخبر الذي يدعى فيه التواتر كما يقال لذلك على فكرة التوصيف المنطقي التوصيف المنطقي للمعاجز من من قبيل أي القضايا المتواترات هكذا يزعم لها أنها متواترة معجزات موسى متواترة معجزة المسيح متواترة إلى آخره معجزات حتى تنسب الى رسول الله متواتره هي من قبيل المتواترات كما يقال في علم المنطق غير مصطلح الحديث ايضا. على كل حال يقول هيوم ديفيد هيوم يقول انا مستعد انا جاهز ان اقبل خبر هؤلاء لكن بشرط واحد ان يكونوا اتفقوا على هذا الخبر في زمان ما وفي بقعه محصوره ما لماذا؟ لأننا سنحاكمهم ونقاضيهم إلى غيرهم نقول الآخرون أين كانوا؟ لن يشاهد هذا إلا أنتم الخمسة العشر الخمسون طب ألوف الناس أين كانوا؟ في نفس البقعة المؤرخون الذين عاشوا قال مهم هذا جدا لأنني أتحدث عن تاريخ الآن أتحدث عن تاريخ والتاريخ لا بد أن يدرس بمنهج معين وإلا سنقبل إيه؟ كل ما هب ودب وكل ما يقال إنه باسم الرواية التاريخية منقول شرط معقول جدا له الحق ان يشترط هذا الرجل، رجل فيلسوف كبير قال ثانيا وان يكون هؤلاء الرواة من الزكانه والفطانه والذكاء والتعليم والثقافه بالمثابه التي تعطيهم حصانه ايها الاخوه من وضمانه ضد ان يخدعوا ويضحك عليهم لانه كأي من ساحر ومن مخادع ايها الاخوه ومن افّاك ادعى اشياء بخفه اليد او بما شابه وقدمها الناس على انها ماذا؟ خوارق ومعاجز وخدع بها الاغرار قال هؤلاء لابد ان يكونوا على درجه ماذا؟ عاليه جدا من الزكانه والفطانه لئلا يخدعوا ومعنى الكلام ايها الاخوه لا اقبل بجماعه من الاغمار من طغام الناس وقد يكونون او بعضهم او كلهم اميين لا علاقه لهم ايه؟ بالذكاء والعلم والكتابه وينقلون لي شيئا لا اقبل قال هؤلاء، أنا أترك عقلي وفلسفتي لهؤلاء؟ من هم؟ لأجل أنهم مثلا كانوا حواريين أو غيره، قال هذا لا يعنيني، هؤلاء ناس عندهم منطق صعب هكذا، منطق حد كالسكين، كالسكين، هكذا، ولذلك يقول هيوم قال ثبت يعني في الدراسات الأنثروبولوجية الأناسية كما يقال أن الخوارق والمعاجز تشيع أكثر ما تشيع في الشعوب الهمجية والبدائية وبين غير المتعلمين. إذا تحدثنا عن إيه الشيوع صحيح إذا تحدثنا عن الكيانية والوجود غير صحيح حتى في الأمم الأكثر حضارة الإيمان بالخوارق موجود أليس كذلك؟ والإيمان حتى بالخرافات موجود لكن ليس شائعا جدا صح كما يشيع في الأمم البدائية والهمجية وغير متعلمة هذا صحيح حديث عن النسبة نسبة الشيوع والانتشار والذيوع هذا صحيح هذا صحيح قال ثم اشترط ان يكون هؤلاء الرواه والنقله من النزاهه من النزاهه والشرف الشخصي بحيث ان خسارتهم اذا ضبطوا متلبسين ايه بالكذب ستكون اكبر بكثير مما ايه لو حدث الشيء الاخر ايها الاخوه اه نعم سيخسرون كل شيء لو ثبت انهم كذب وايضا بحيث انهم لا يخدعون احدا لا يكون لهم قصد او مصلحه في خداع احد من الناس قال في النهايه مجمل هذه الشروط غير متوفر يدعون فيها التواتر هذا كله قال غير متوفر في نظري لذلك يقول ليت شعري لماذا انفكت المعجزات عن الحصول وقوع في زماننا هذا لا نرى اي معجزه قال المعجزات الماضي غاص بها اما في هذا الزمان الحاضر يقول لا معجزات لماذا قال ببساطه لانها لم تقع يوما هذا كذب عصر. عصور اسطوريه وخرافيه هكذا يقولون هكذا يقولون فضلا طبعا عن ان المعجزه كما قلنا لكم هي نوع من الاستثناء والخرق لقانون الطبيعي، كيف نرد على هذا الكلام؟ كيف يمكن ان نجيب؟ الان ابناؤنا على فكره ونحن الان دخلنا في سلسله الالحاد والرد على الملاحدة والكفر بالله وبالرسل والانبياء بعدين كيف نرد على هؤلاء؟ نعم ياتيك ملحد على فكره ولا ياتيك إيه من الاساس لابد ان يترتب النقاش لا لا يقفز لك مئة خطوة ويقول لك اي أنت مؤمن موحد وتؤمن بالمعجزات؟ بالله عليك تؤمن بالمعجزات؟ أنت خرافي، خلاص إذا أنا انتصرت كملحد، لا لا ليس هكذا اي تورد الإبل، ما هكذا يكون النقاش. لابد أن تكون الأمور مرتبة، لكن هنا نحن الآن كما قلت لكم نجتزئ بالقليل، لا بأس، لا بأس. أولاً القوانين أيها الإخوة بشكل عام فيما يتعلق بموضوع المعاجز نوعان عقلية وعلمية يعني عقليه وطبيعيه كونيه القوانين العقليه لا يقبل ولا يمكن اصلا مناقضتها ومعارضتها فضلا عن ان تعلق او تتوقف عن العمل مستحيل قوانين العقليه يستحيل ومعظم الفلاسفه العقليين عبر العصور يرون ان قوانين العقل فاعله دون قيد او شرط هي قوانين شامله يعني كليه عامه ايها الاخوه وقوانين دائمية لا تتخلف ولا تعلق ومطلقة من كل قيد بمعنى مبدأ الهوية يعمل في كل الظروف فهذا الخاتم هو هذا الخاتم يمكن أن تصنع مليون خاتم مثله في الظاهر تماماً لكن لا خاتم أيها الإخوة يساوي هذا الخاتم لا خاتم هو هذا الخاتم إلا هذا الخاتم مبدأ الهوية. مبدأ الهوية يقول الله تبارك وتعالى يمكن أن يصنع من هذا الشيء مليون قطعة بحيث لا يستطيع أحد أن يفرق قطعة عن قطعة لكن كل قطعة هي هي ليست هي الأخرى مستحيل هذه مبدأ الهوية ألف هي ألف هذا مبدأ عقلي مبدأ عقلي من المبادئ العقلية أيضا أيها الإخوة المساويان لثالث متساويان إذا ألف ساوت جيم وباء ساوت جيم حتما بقوانين العقل ألف تساوي ماذا؟ تساوي باء لازم هنا وفي الجنة وفي النار وفي الدنيا وفي الآخرة وفي كل مكان عند الملائكة وعند الجن وعند الإنس وعند الحور العين كله المساويان لثالث متساويان الجزء أصغر من كله لازم في عنا كل وأخذنا منه جزء لازم يكون الجزء أصغر من كله والكل أكبر من جزئه هنا وفي الجنة وفي النار وفي كل مكان وفي كل الظروف هذه مبادئ عقلية لا تتخلف المنطق السوري فورمر لجك هذا على ماذا تأسس؟ على هذه المبادئ على هذه المبادئ الرياضيات الفاثكس على ماذا هي مؤسسه؟ على هذه المبادئ ولذلك هي ايه؟ علم يقيني قطعي تحصيلي تكراري تحليلي لا تركيبي والمنطق كذلك المنطق السوري هذا ما يتعلق بالقوانين العقليه المعجزات لا تخالف اي قانون عقلي ونتحدث اتونا بمعجزه واحده خالفت قوانين عقليا، مستحيل. هذا لا يحصل ولم يحصل. ولن يحدث. لكن القانون الطبيعي اه هذه المشكلة، القانون الطبيعي. القانون الطبيعي كان يظن بعض الناس، إبن سينا مثلا. له محاولات، حاول، يمكن أن يفهم من كلامه. هذه زبدة الكلام. حاول أن يثبت ويبرهن في نهاية المطاف أن القوانين الطبيعية تتسم بالقطعية والضرورية، غير صحيح. من أيام هيوم بالذات أكبر مناقض للمعجزات وكانت والفلسفة التجريبية عموما والمنطق الوضعي الآن تقريبا من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن تسأل أي فيلسوف علم مش عالم العالم عالم فقط يعرف علوم لكن لا يعرف الفلسفة لا يعرف كيف يعيد قراءة علمه هذا الفيلسوف يقوم به قد يكون عالما وفيلسوفا مثل بعض العلماء المعاصرين عالم وحامل نوبل في علمه وفيلسوف يتحدث في فلسفة إيه مثلا علم الأحياء في فلسفه الفيزياء وهو عالم كبير يحمل نوبل اهلا وسهلا اذا لا تستطيع انتهي الفيلسوف يقوم بهذا الدور من الصعب ان تجد فيلسوف علم يقول لك القوانين الطبيعيه والكونيه قطعيه وضروريه من المستحيل تقريبا بل هي ماذا؟ ترجيحيه ليست يقينيه لا تتصف بصفه الضروره وساذكر لكم لماذا؟ بتبسيط واضح باذن الله تعالى قوانين الطبيعية أيها الإخوة، خلافاً للقوانين العقلية، على فكرة، قوانين عقلية قوانين عقلية لماذا؟ لأنها من صناعة العقل، العقل هو الذي صنعها، لم نرها في الخارج لم نرى هذه القوانين إيه؟ في الخارج، مثل قانون الجاذبية وقانون الإنجماد، تجمد وقوانين المحفوظية، محفوظية المادة، محفوظية الطاقة، محفوظية لا لا, لا 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 لا، هذا في العقل، لذلك هي في نهاية المطاف اعتبارية قوانين اعتبارية مع هذه الفاعلية الخطيرة لها بخلاف القوانين الطبيعية القوانين الطبيعية مأخوذة بالحس تعرفون أنتم العلم بمعنى أي فيزن شافت أو ساينس يعني العلم التجريبي هذا أيها الإخوة له منهج معين أوبزرفيشن ملاحظة لازم تشوف أنت في الأول تلاحظ عندك ملاحظات ولا مش صحيح بعدين بيجتمع عندي عدد من الملاحظات أريد أن أفسر الذي لاحظته إذا ألاحظ بعدين أفسر كيف أفسر؟ لابد أن أطرح ماذا؟ فرضية هايبوثيسس أطرح الفرضية هذه أطرح الفرضية بشو لا تفشل فرضية أخرى تفشل ثالثة يعني الخفاش مثلا حين بدأ العلماء يدرسون كيف هذا الخفاش على ضعف بصره يطير في الليل ولا يصطدم بالحواجز ويصطاد وهو طائر في الهواء ومحلّق وبسرعة وكياسة ومرونة عجيبة جدا جدا افترضوا اشياء تتعلق بالبصر كلها فشل دائما يصيد غطوا ايه؟ غطوا ايه؟ عينيه يصيد طمسوهما تماما يصيد انتقلوا الى فرضيه جديده تتعلق بالسمع اه نجحت الفرضيه لها علاقه بالسمع قصه طويله آه كتبت كتب عن إيه هذا الموضوع تجارب لطيفه جدا جدا آه اذا هكذا نطرح فرضيه آه الى ان تنجح الفرضيه في تفسير ايه؟ ما لاحظناه الان نقدم ماذا؟ كونكلوجن الاستخلاص ثم ننتقل بعد ذلك ربما ايش؟ إلى ما يعرف بالمبدأ أو القانون، يمكن بعد ذلك أن نبني نظرية تفسر عالماً متسقاً من الظواهر، هذا المنهج العلمي، هذا المثل، هذا المنهج العلمي، فالمنهج العلمي الذي في الأخير ينتهي أيها الإخوة إلى قوننة أو صياغة قانون طبيعي، كيف يعمل؟ من أين يبتدئ؟ بالحس هذا القوانين الطبيعية والحس حين تلمس حين تشم حين ترى حين تسمع الحس لا يتناول شيئا ولا يقع على شيء اسمه ماذا الضروره والقطعيه ما في المفاهيم عقليه المفاهيم في العقل الحس يرى هذا فاذا راه اه ايها الاخوه راى الذي يتلوه مره مرتين ايه مئة مره ألف مره فيقول هذا السبب هذا cause and effect اثر ومؤثر اه عله ومعلول سبب ومسبب سبب وظاهره هو هذا هذا الحس الذي يراه، اما ان هذا السبب ينتج بالضروره هذا المسبب، كلمه بالضروره مش موجوده في الخارج ولا يمكن ان تبرهنها، هذا كلام مين؟ هيوم، كلام صحيح، وكانت اثبت هذا، والان كل العلم الطبيعي يقول هذا، لذلك اذا سالت اي عالم طبيعي يفهم علمه، فهم فيلسوف وتقول له هل هذه القوانين والمبادئ والاشياء، هل هذه اشياء قطعيه ضروريه؟ يقول لك لا، ليست ضروريه، ترجيحيه. ترجيحية لا ندري لا نستطيع ان نقطع بان وهذا هذا الصحيح، لذلك ايها الاخوه مبدا الهويه مبدا عقلي هل له استثناءات؟ مستحيل، لا يمكن ان تسجل له استثناء واحدا. صحيح؟ ابدا. لكن المبادئ الطبيعيه يمكن ان تخرق باستثناءات. هناك قانون في التجمد او الانجماد ايها الاخوه موجود. في قانون التجمد كل السوائل التي تتجمد ينقص حجمها. أليس كذلك؟ وتزيد كثافتها أي في استثناء عندنا؟ الماء الفاصل الوتر استثناء واضح جدا جدا وهو أشهر وأثمن هذه السوائل وحاجتنا إليه أحق وبه أمس إذا جمد الماء أو تجمد يزداد ماذا؟ حجمه وتقل كثافة طبعا لأنه زاد الحجم قلت الكثافة ليه يا ماء هيك؟ قال لك هو هيك الله خلق إيه على الطبيعة لهذه هذا إذا في استثناء واضح جدا وحالة الماء هذه خرق واضح لقانون ماذا؟ التجمد طبعاً له حكمة سنذكرها إن شاء الله في وقته ليس في هذا الموضع الحكمة معروفة جداً جداً لولا هذا الاستثناء لانتهت الحياة في المحيطات بالكامل والبحار بالكامل الحياة المائية انتهت بالكامل حكمة لا إله إلا الله وتعذرت أمور كثيرة آه. إذا هذا هو القانون الطبيعي يمكن أن توجد له إيه؟ خروق قانون روبرت بويل آه؟ في الضغط كذا له استثناءات عند حد معين استثناءات قوانين طبيعية تكثر أحياناً إيه؟ استثناءات بعضها موجودة لأنها ليست قوانين إيه؟ ضرورية أيها الإخوة ها؟ وشاملة شمولاً مطلقاً كلية لا لا ليست كذلك هذا مهم أن نعرفه مهم جداً أن نعرفه لكن هذا لا يفيد هذا كلام كل لك أنت تقدم وتهول بفلسفات لكن أنت لم تجب لا تحدث عن هذه المعاجز كيف المعجزة في نهاية المطاف خرق لقانون طبيعي يُحدِّثون عن عيسى أتم العذراء مريم كيف يقولون مستحيل لان عيسى ذكر وهي انثى هي تحمل فقط نصف الحقيبه الوراثيه اليس كذلك لا كامل الحقيبه الوراثيه يعني بمعنى ما عندهاش ايه كروموزوم ايش الواي هذا ها عند الاكس فقط الواي ما عندهاش تبع الذكر وعيسى لو اخذنا اي خليه من نسومتك يعني السيل البنائيه فيها اكس واي من وين اجى الواي من وين؟ وانتم بتقولوا من نسل داوود، اي نسل ما في من طريق امراه، في شيء غير مفهوم قالوا، مرفوض، هذه خرافه. هذه خرافه في المسيحيه. ولذلك يردها فلاسفه التنوير. وردوا معجز مع اخرى كثيره لعيسى، معجزه التجسد، ان الله تجسد في ايه؟ في انسان، فصار الاله انسانا، قالوا خرافه، ما الصحيح. ردوا معجزه ايها الاخوه ايه القيامه. أن عيسى بعدما ايه؟ صلب على الصليب ووضع في قبره قام بعد ايه؟ بضعة أيام وليال قالوا خرافة مستحيل ديفيد هيوم يقول إذا أجمع مؤرخو إنجلترا على أن مثلاً إليزابيث ها؟ إليزابيث ماتت ماتت شهراً ظلت ميتة شهراً ثم بعد شهر قامت وعادت إلى عرشها وحكمت قال يمكن أن أقبل أنا عودتها لماذا؟ لأنه ترتب عليها أحداث تاريخية ووقائع كثيرة جداً جداً عادت وخاضت معارك وعملت معاهدات وموجود هذا كل الدنيا تعرفه ولكني لا أقبل بل أكذب في حادث ماذا؟ أو زعم موتها قال لم تموت هذا الذي يُكذِّبه الشيء الآخر هذا معقول جدا <applause> أنها تحكم كذا لكن أنها ماتت ثم عادت من الموت العود من الموت كذب قال هي لم تموت أصلا ربما كانت مغمن عليها ربما افتعلوا هذه الإشاعة أو الشائعة لغرض ما قال عقلي يقول لي هذا كذب هكذا يفترض هو ذكاء على كل حال من حقه طب انا الان ساجيب عن مساله عيسى مثلا، لا نستطيع ان نجيب عن كل المعجزات، لكن اعطيكم فقط طريقه لكي تفهموا مقاربتنا لموضوع الاعجاز والمعجزه، ايها الاخوه انتبهوا حتى لا تقولوا باب من ابواب الالحاد نكذب الاديان، حاشا لله، ابدا انتبهوا. ايها الاخوه العلم البشري العلم البشري اليس ثبت وتبرهن انه في حاله تكامل وترقٍ دائم؟ ثابت، مستحيل. فالحقيقه العلميه لا تتبرج ايها الاخوه وتتكشف مره واحده وبضربه واحده ابدا وانما ايه؟ واحيانا بتناسخ ما يبرز لنا كحقيقه اليوم نوقن بعد قرنين ثلاثه انه لم يكن حقيقه كان خطا معينا خطا في فهمنا خطا في تبريرنا في تفسيرنا ثم نبدا نفكر على نحو اخر احيانا يتغير نموذج الارشادي كاملا للعلماء نظريه توماس كون، نظريه توماس كون صاحب بنيه الثورات العلميه، نظريه كبيره، قصه طويله عريضه. جميل. فبما ان العلم يتطور ويترقي، ما معنى تطوره وترقيه؟ ما لوازم وتوالي هذا التطور والترقي؟ من لوازمه ايها الاخوه، من لوازمه اننا نصبح كعلماء وبالتبع كعامه مثقفين علميا اكثر دقه في تشخيص العلل والمعلولات. فما كنا نظنه علة نكتشف أنه ليس علة أبداً ربما ظرف للعلة مهيئ للعلة معد للعلة مقارن للعلة مقارن شفتوا؟ جار للعلة ليس العلة الحقيقية ماذا الذي يعطي هذا؟ العلم التطور العلمي طبعا هذا الكلام غير مفهوم إلا بالمثال سأضرب مثالا إلى وقت قريب إلى وقت قريب كان كل العلماء أيها الإخوة الأطباء علماء الأجنة يظنون بل يجزمون بان وجود الذكر شرط وجود الانثى شرط حصول التلاقي بينهما تلاقي الجنس يعني شرط ضروري وجود نطفه للرجل صالحه شرط وجود بويضه للمراه صالحه شرط الاندكس اندكس الايه الفيرتلايزيشن اندكس التخصيب في اندكس معين طبعا لذلك احيانا يتزوج رجل امراه لا ايه لا لا يطلقها يتزوج ايه يتزوج غيرها ياتيه إيه خلف تتزوج غيره ياتيها خلف الاندكس لانه معروف هذه يعرفه الاطباء على كل حال يقولون كل هذه شروط لازمه في هذا القرن العشرين المنصرم ايها الاخوه او ذاك القرن اصبح ذاك القرن المنصرم ماذا حصل اكتشف العلماء بفضل التطور العلمي وهو من فضل الله إنه في ناس يعقدونه يقول لك هذا عنده شرك بفضل التطور العلمي، يا اخي مف... يا اخي ما في ما هو تطور العلمي هو من فضل الله، على كل حال بين مزدوجين اه معلومة لطيفة على السريع خطرت لي اليوم. العلم يا اخواني وأخواني معلومة لطيفة جدا. العلم والمعرفة في المنظور القرآني قوة وقدرة. يعني قبل فرانسيس بيكن الذي قال اه المعرفة قوة، لا 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 القرآن قال هذا. أبدا ونظرية متكاملة وأجمل بكثير من المعرفة قوة لبيكن. كيف؟ كيف قال القرآن هذا أيها الإخوة؟ كيف قال القرآن هذا؟ قالوا أيها الإخوة في سورة النمل حين أراد سليمان عليه السلام أن يستحضر عرش بلقيس ماذا قاله العفريت الجني؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قيل المقام يعني هو مجلس الحكم مجلس إيه؟ الحكم أو الملك يمتد أربع ساعات خمس ساعات من الضحّ من الضحوة او الضحايا و ربما الى الظهر يعني اربع خمس ساعات بروح بطير وكذا بجيبه قبل ان واني عليه لقوي على هذا الامر استطيع ان واتي بالعرش وامين لن اذهب به لن اغله لن اسرقه لكن انا قوي احتج بماذا؟ توسل ماذا؟ القوه جميل هذه القوه لكن الرجل الاخر الرجل الصالح سواء كان هو اصف او سليمان نفسه على اختلاف المفسرين ايها الاخوه ماذا قال؟ واحتج بماذا؟ وتوسل ماذا؟ العلم قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اذا هنا القوه الهائله الاقصويه للعلم. عجيب شفتوا اللفته العجيبه جدا؟ ولذلك القران العظيم يوشك ان يعادل بين العلم والقوه، هي مش معادله حقيقيه. ابدا، ها؟ أه؟ لكن شبه معادلة بين العلم والقوة. في علم اذا في قوة بإذن الله تعالى. أه؟ في قوة تستخدم استخداما مرشدا تنتج العلم أيضا. كيف؟ في سورة النجم. قال علمه شديدُ قال كثير العلم؟ يا أخي المناسب والمعقول أن تقول لي علمه العليم الحكيم. علمه عظيم العلم، كثير العلم، واسع العلم، وسعت كل شيء رحمة؟ وعلمه علمه وسيع العلم لا قال علمه شديد القوى هل تساءلتم في سر إيه؟ هذا الربط تقول لي علمه قوي ايه والله قشعر بدني قف شعري لا اله الا الله ايش هالكتاب هذا شفتوا كتاب عجيب كتاب عجيب واليوم نحن في امه اعجب امه تقدس الجهل والانغلاق والله العظيم يا اخواني والبلاهه والحمق كتاب غريب جدا ولذلك الله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الرحمة كل الرحمات هذه التمكين في البر والبحر والجو أيها الإخوة علاج الأمراض أيها الإخوة تكثير الخيرات ومباركتها مباركتها تكثير الخيرات ومباركتها أن يعيش حي بقلب ميت بكبد ميت شيء غريب كل هذه الفتوح بسبب ماذا؟ العلم كل فتوح الرحمه بسبب العلم، من اين؟ كلكم تعرفون وكلكن ان من اسماء الله وهما اسمان متلازمان الفتاح العليم، الله اكبر. ما في فتوح الا ايه؟ الا بعلم، في علم في فتوح، ما في علم ما في فتوح. قال اقرأ وربك الاكرم. تقرأ اكثر الكرم اكثر، تتمكن في الكون اكثر، طبعا، تتعلم اكثر تكرم اكثر، تقوى اكثر. ولقد اكرمنا. نظريه عجيبه، لذلك لا عجب ولا نكر ان يكون في اول سوره البقره اخواني واخواتي. قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح قالوا على ماذا يعولون؟ على التاله تسبيح وتقديس. الله قال لا هذا شيء شريف جدا جدا تسبيح وتقديس. بس في شيء اخر به يكون ايه؟ تبرير الاستحقاق الأول أيها الإخوة التبرير الأول للاستحقاق إيه؟ الخلافي أو الاستخلافي ما هو؟ وعلم آدم الأسماء تعليم قال القضية لا مش تقديس ولذلك أرجو من إخواني الدعاء والمشائخ والوعاظ والكتاب أرجوهم أن يتلفتوا كثيرا ألا يبالغوا في مقولة أو منشط أيها الإخوة نعود إلى الإسلام ونعبد الله ونحسن الصلاة والزكاة والله يتولى كل شيء انتبهوا هذا غير صحيح يعني الله لا يقول هذا انتم تقولون هذا وبعد ذلك هذا يا ايه لا يشتغل هذه النظريه البسيطه جدا الساذجه نعمل بها لا تشتغل نكون من احسن الناس ونكون من اجهل الناس من احسن الناس عباده واكثر الناس تسننا ومن اكثر الناس فقرا ها ونستعمر ونضحض ها ونتبهدل ونهان ايش هذا يا اخي من اين اتيتم بهذه النظريات البسيطه جدا جدا ها جزء الحق لا يساوي الحق احيانا جزء الحق يساوي الباطل انتبهوا ان لم تفهم النظريه او تصغ ان لم تصغ نظريه متكامله وسوق لي نظرية كبيرة بالزعم لكن من أي من هتامة واحدة هذه تساوي الباطل هذه تساوي الباطل وتنتج باطلا وتنتج نعود إلى موضوعنا وهو موضوع لطيف جدا إن شاء الله يشوق لكم ويلذ بإذن الله ماذا اكتشف العلماء أيها الإخوة ها؟ في النصف الثاني من القرن العشرين اكتشفوا أن اللقاء المباشر بين إيه النوعين أو الجنسين عفوا ليس ضروريا تطور علمي مش شرط يكون في لقاء كيف الشرط يا أخي؟ عادي قال لك ناخذ النطفه وبعدين نقصد بها ايش؟ البويضه، الرجل مالوش علاقه. قد يكون مات في هذه اللحظه، الرجل ها؟ حين اخذنا نطفته قد يكون ايه؟ دخل في غيبوبه، في كومه او مات، او سافر. قد يكون سافر الى قاره اخرى. نطافه عندنا ناخذها نلقح بها. اذا سقط اول شرط، ما هو؟ اللقاء المباشر. كان يظن هذا الى الامس انه ايه؟ شرط، شرط، شرط. ما في حمل ما في انتاج ما في تكاثر اي جنس الا ايه الا باللقاء صحيح سقط هذا الشرط اثنين كان يظن ايها الاخوه وجود الرحم الانثوي في البدايه والتوسط والى النهايه شرط 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 استعاضوا عنه بماذا برحم صناعي سقط هذا الشرط صار ممكن نستنبت في البدايه وبعدين نكمل ايه في رحم والان التشيك في 2009 صنعوا في تشيك شوف تشيك ها في بورنو صنعوا رحما اقرب ما يكون الى الرحم الطبيعي يتوفر تقريبا على معظم الشروط شيء مذهل علم تشيك نعم هذا العلم اقرا وربك الاكرم قرأوا وتعلموا اكرمهم الله تبارك وتعالى فسقط هذا الشرط انا اقول لكم كلما تقدم العلم يزداد تساقط الشروط السؤال الان هل هناك مانع ايها الاخوه على مستوى التفكير هل هناك مانع والافتراض أن تظل تتساقط هذه الشروط حتى يأتي بعد ذلك جوهر ربما العملية الذي لا نظنه الآن شرطا ولا خاطر على بالنا وهو الجوهر الحقيقي للتخصيب والإنتاج إيه إنتاج إيه الأولاد دون أن ندري بمعنى سأكون صريحا معكم الكلونينج الاستنساخ ماذا أفهمنا؟ أفهمنا ممكن نستعيض إيه؟ عن احد الجنسين بالكامل في البدايه في البدايه فناخذ ايه خليه من الرجل وبعد ذلك نستنسل منها خليه ايه رجل اخر هو صوره مطابقه في المستوى البيولوجي طبعا ها أه؟ مش مستوى الخبره والشعور والتجربه الحياتيه والزمنيه لا لا هذه اشياء خصائص متميزه تماما لكل انسان لكن في مستوى التركيب ايه الوراثي يعني ها أه؟ والبنيه ايه الحيويه نسخه تماما من اصله او من اصلها عجيب وهذا صح وثبت وجرب وتبرهن ما في كلام وهذا يقرب لنا مسألة عيسى قبل سنة من الآن نحن أكثر من سنة بقليل حدث حدث مدون جدا في عالم العلم دراسات إيه؟ البيولوجية الحيوية وعلم الوراثة شيء عجيب العالم الأمريكي الذي أخذ جينا ودرس تركيبه الكيميائي ثم خلقه كيميائيا وأعاد هذا الجين المخلق إلى الخلية فاشتغل. وأنتج بروتينات أيها الأخوة. صاعقة. صاعقة هذا تحدي جديد الآن أيها الأخوة، للموقف العقدي الثيولوجي، موقف الأديان انتبهوا. وعلى رجال الدين أن يكونوا مستعدين جدا جدا لمثل هذه الصواعق ومثل هذه المفاجآت التي ستغير كثيرا من أفكارنا وربما من أطر تفكيرنا. ربما من أطر تفكيرنا، وأنا أقول، لي مقولة قلتها قبل سنين الشخص الجامد، المفكر الجامد، العالم الجامد كلما زاد جموده، طبعاً في نهاية المطاف لابد أن يفكر ضمن إطار ضمن إطار فتغير الإطار يساوي تماماً تغير دماغه وعقله يعني، تغير دماغه كله بخلاف الشخص المرن يستبقي دائماً إيه؟ طائفة من الأفكار والخيالات والافتراضات ويعيد أيها الإخوة موضعتها ضمن نموذج آخر يبقى حيا متصلا لا يعدم ذاك يعدم عقلية أعدمت نحن نسمع كلمة متخلف وكلمة رجعي نكررها كثيرا لكن هل نعرف معناها البسيط جدا والواضح جدا معنى متخلف أيها الإخوة أنه يعيش في القرن الحادي والعشرين لكن بأفكار ونظريات من 300 سنة وربما ألف سنة أكل الدهر عليها ما عاد أحد عاقل أو يتابع العلم والتطور يقول بها وثبت فشلها ومش داري هو مسكين مش داري انها فاشله سموه شخص ايه متاخر نقول انت هاي انت متاخر جدا احنا هنا وانت ايه في القرن التاسع عشر يا حبيبي انت رجعي ها هذا انتهى مش معناها كل فكره قديمه باطله لا 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 لكن في عدد من الافكار القديمه ابطلت انتهت يا اخي الا تعلم انت لا يعلم هذا رجعي متخلف بعيش في القرن الحادي والعشرين ها بجثمانه باسمه ولكن بعقله وخياله وافتراضاته وعطوره في القرن إيه الثامن عشر هذا معنى التخلّف فقضايا حسّاسة جدًّا هذا موضوع إيه تخليّق جينات تخليّق جينات معمليّاً أيها الإخوة ثم تشتغل وتنجح شيء خطير جدًّا تحد مخيف تحدي مخيف لماذا؟ على نظريّة أو مقاربة في تساقط الشروط أو ما يُظن شروطاً إيه ممكن يأتينا يوم قريب على فكرة يصنعون لك اي جينات خليه جينات كامله يعني كانوا يظنون إيه الجينوم الانساني فيه مئة الف قالوا الان ثبت ايه اقل من أربعين الفا أربعة وثلاثين إيه ألف جين فقط مش عملية يعني لا نهائية فممكن يصنعون أه هل أربعة وثلاثين ألف بعد مئة سنة بعد ألف سنة الله أعلم الأربعة وثلاثين ألف جين ويختارون إيه كما يريدون يُحطّون في الخلية وتشتغل وتنتج إنسانا قدروه هم قال من نطفة خلقه فقدر ما الآن أقول على المفسر المسلم على اللاهوتي على العقيدة المسلم أن يتصدى الجواب والتكيف مع هكذا حقيقة أو مع هكذا فرضية على الأقل أو أم انتبهوا لا تقول لي مستحيل ولن يحصل وقال الله انتبه حتى لا تحمي الناس على الكفر وتكذيب إيه؟ القرآن تفتح وكن مرنا ها؟ غير من طريقة التفكير وطريقة التعاطي والتأويل قضايا حساسة جدا إذا ثبت لكم إخواني وأخواتي أنه كلما تقدم العلم ما الذي يحصل؟ يحصل تدقيق وتجذيب وتهذيب في تشخيص العلل والمعاليل العلل والمعلولات فما كان يظن علة أصبح إيه؟ غير علة ما كان يظن شرطا صار غير إيه؟ غير شرط هذا مهم جدا ولذلك سأنهي الفصل الأول من هذه الخطبة عاد بالاستخلاص هذا هو استخلاصي المعجزه في فهمنا ايها الاخوه المعجزه في فهمنا ليست خرقا لقانون طبيعي وليست تعليقا لقانون طبيعي المعجزه في الارجح هذا اجتهاد والله تبارك وتعالى اعلم واحكم هي نتاج فاعليه او فعل قانون لم نكتشفه بعد طبيعي كوني موجود ويوم نكتشفه أيها الإخوة ستغدو المعجزة أي شيئا غير معجز مفهوما فهمنا كيف فهمتوا لأن العلم في تقدم مستمر يعني سليمان من معاجزه أنه سخرت له الريح تنقله أيها الإخوة صحيح إيه؟ يعني في ذهابها تنقله إلى مكان لا يمكن للدواب العادية في عصره أن تذهب إليه أو تبلغه إلا في شهر وكذلك رواحها ايه في شهر تخيلوا هذا اليوم شيء عادي جدا جدا الكونكورد اه تنقلنا في غدوة أبعد بكثير من سرعه الريح اليس كذلك واصبح شيئا عاديا لكن ما معنى ان سليمان يؤتى هذه المعجزه ما معنى ان ينقل له عرش بلقيس وهذا موضوع مهم جدا ايها الاخوه اذا المعجزه ليست خرقا وليست تعليقا لعمل القانون الطبيعي انها فقط ايه عمل لقانون لما نصل اليه أو تعارض ظاهري بين إيه؟ بين فئتي من القوانين وهذا يعرفه الأطباء أيها الإخوة وعلماء النفس الذين يتعاطون مع الأمراض المعروفة إيه بالسيكوسوماتية الأمراض النفس جسمية ها؟ الأمراض التي تكون جسمية لكن أسبابها وبواعثها الحقيقية ماذا؟ نفسية الطبيب العادي الذي لم يدرس هذا إيه؟ الاتجاه ينكر ويتعجب لماذا؟ وكيف؟ مش معقول، هو لا يفهم لماذا يحدث هذا. لكن لو انه فهم ان البنيه الانسانيه، الكيان الانساني ليست تتسلط عليه فقط القوانين الطبيه التي درسها، بل يخضع ايضا لقوانين ماذا؟ نفسيه لم يدرسها. لو جمع الجناحين ودرس هذا الى هذا، وضم هذا الى هذا، يبدأ يفهم ان القوانين النفسيه ايضا لها اثار ومفاعيل ايها الاخوه، وتؤثر على ماذا؟ على البنيه. البنية الجسدية من حيث هي تصمت ماذا؟ أو تفشل التفسيرات الطبية العادية التقليدية هذا هو نفس الشيء عمل لنوعين من القوانين لفئتين من القوانين لا تقول لي معجزة هكذا فلماذا لا تكون المعجزة الإلهية على هذا النحو عمل لقوانين أخرى لما تظهر لنا بعد لم نفهمها لم ندقق فيها إيه الآن وسيأتي إيه يومها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه